المصري. طب طب بنعمل استاذه ايه حنان، انا انت شرحتي لي انك انت رحت السفاره المصريه قبل ثوره 25 يناير وحصل اللي حصل، ما حاولتوش او فيش حد من اللي هناك من زمايلكم يعني راح السفاره للمره الثانيه بعد ثوره 25 يناير؟ لا رحنا واحتفلنا يعني. لا انا ما بتكلمش على الاحتفال، انا بتكلم على موضوع التصويت. ما موضوع حصلش محاوله ثانيه؟ عملنا بيان تاني بعد الثوره ويعني السفاره نفسها. بص انا هقول لك حاجه، احنا فاهمين ان السفاره مش جهه اتخاذ قرار يعني. يعني السفاره هي موصل يعني، حتى لما السفير مهاب نصر قال لي هات لنا الورق انا هوصله، ما هو مش جهه اتخاذ قرار. احنا كنا عارفين يعني، يعني بشكل شخصي مثلا عارفين ان بعض العاملين في السفاره فلان وفلان وفلان منحازين جدا للنظام السابق. بعضهم مثلا كان حد صديقنا عايز يبعت معونات للمصريين في التحرير، نعم، فاتصل بالسفير، فالسفير قال له انا لو عايز ابعت لهم طيارات محمله مش عارف ايه، دول بياخدوا كنتاكي ويورغات ومش عارف ايه. فاحنا كنا فاهمين ان خريطه السفارات في مصر قبل الثوره هي بعد الثوره هي نفس المنظومه، يعني التغيير الحاصل ما كانش كبير قوي. احنا عملنا بيان وبعتناه للدكتور عصام الشرف والمجلس العسكري. نعم. وكان بيتقال لنا وعود يعني بعد الثوره على طول، ما هو ده برضه اللي يحبطك جدا، انه بعد الثوره على طول يجي يتقال لك لا انتوا هتاخدوا حق التصويت، بعد شويه يجي خلاص المولد انفض، او يعني اصل المغتربين دول ما عندهمش ميدان تحرير يروحوا فيه. ف أستاذة حنان كمال الإعلامية وعضو في حملة المصريين في الإمارات من أجل حق التصويت، الحمد لله على السلامة، وترجعي الإمارات بالسلامة إن شاء الله، ونتمنى لك كل التوفيق، ومصر بخير طول ما في مصريين بيحب بلدهم بالشكل ده. أشكرك. ميرسي يا فندم. مشاهدينا نهارك سعيد، ده كان يومنا النهاردة. نتمنى من المسؤولين اللي ممكن يكونوا شايفين الفقرة دي في نهارك سعيد انه ما يردوش علينا، يردوا للناس عموما بشكل عام، ما هو السبب الرئيسي قانونا او غير قانونا بان الانسان المصري اللي بيحب بلده ما يصوتش في الانتخابات اللي جايه؟ ما هو السبب؟ نهاركم سعيد.